بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء عشاق علم الكلينيكال بايوكيمستري، هتكلم معاكم النهارده عن الاسسمنت بتاع الليفر فانكشن تيست. عايزين نشوف هل الكبد عندنا شغال كويس ولا لا. فايه التستات اللي انا بعملها عشان اعرف اذا كان الكبد عندنا شغال كويس ولا لا؟ في الاول خالص بنعرف ايه هو الليفر. الليفر ده واحد من يعتبر تاني اكبر اورجان في جسم الانسان، لان اكبر اورجان في جسم الانسان هو السكن، وبيقوم بوظائف كتيره جدا في الجسم. بيمثل حوالي 1400 ل 1600 جرام في الادلت، وبيبقى بيمثل 1 على 20 من او 1 على 20 من وزن النيو بورن او حديثي الولاده. بيشغل الجزء العلوي الابر رايت كوادرانت من الابدومن. يعني لو الابدومن عامله كده احنا مقسمينها الى اربعه، فهو بياخد الجزء العلوي الابر رايت كوادرانت. فبقول ان الليفر هو اللارجست اند موست كومبلكس اورجان اوف ذا بودي. هو دايما بيمثل 1 على 50 من البودي ويت، حوالي 1400 ل 1600 جرام في الادلت، و1 على 20 في النيو بور. هو ميتي اورجان ولونه ريدش براون. والليفر عنده اتنين لارج سيكشن او اتنين لوب، واحد اسمه الرايت لوب، ادي الليفت لوب وادي الرايت لوب، وبيبقى فيه الجول بلادر موجوده في اسفل. فبنقول ان هو اتنين لارج سيكشن، الرايت اند ليفت لوب، والجول بلادر اندر ذا ليفر. وعلى فكره الليفر يعتبر واحد من الاكسسوري اورجان بتاع الدايجيشن، بيساعد على عمليه الدايجيشن لانه بينتج البايل سولت اللي بتساعد على تحويل الدهون الى ايمالشن او ايمالسيفيكيشن اوف ليبيد. بيساعد كمان على الابزوربشن وبروسيسنج اوف فود، هنفهم الكلام ده كله كمان شويه. تعالوا نشوف ايه وظائف الليفر. الليفر بيقوم بوظائف كتيره جدا جدا، انا بقول عليه ان هو المصفى. لو نفتكر كده ان اي حاجه الواحد بياخدها عن طريق الفم بتنزل وتعدي من خلال البورتال فين تروح للليفر. بيعمل لها بقى في بعض الادويه بيعمل لها ميتابوليزم، وكنا بنسميها الفيرست باس افكت لو تفتكروا. وبيتخلص بيعمل ديتوكسيفيكيشن من التوكسينز او السموم. فبقول ان المين جوب هو ان هو فلتر ذا بلاد كومينج فروم ذا دايجستيف تراكت. من خلال مين بقى؟ من خلال البورتال فين زي ما قلنا، قبل ما يروح لبقيه الايه الجسم، وبنقول عليه البودي جيت او بوابه الجسم. بيتخلص من السموم. من ضمن الليفر فانكشن الثانيه ان هو بيقوم بميتابوليك فانكشنز، بيقوم باكسكريتوري فانكشنز، بيقوم ببروتكتيف فانكشن اند ديتوكسيفيكيشن، بيقوم بهيماتولوجيكال اند ساينسيتك فانكشن وستورج فانكشنز. هنتكلم عن الكلام ده كله دلوقتي. ناخد الميتابوليك فانكشنز. اولا بيلعب دور مهم جدا في الكربوهيدرات ميتابوليزم. انتوا عارفين ان هو بيساعد على الجلايكوجينيسيس، تصنيع الجلايكوجين والجلايكوجين لايسيس. يعني لما الجلوكوز يقل في الدم يزود تكسير الجلايكوجين اللي موجود بداخله عشان يطلع جلوكوز، فهو بيعمل جلوكوز هوميوستيزيس. كمان بيلعب دور مهم جدا في الليبيد ميتابوليزم، لان هو بيصنع الفوسفوليبيد، وبيساعد لو نفتكر انا قايل لكم الكلام ده في جزء الميديسينال، ان هو بيصنع ال LDL وال HDL وال Very Low Density Lipoprotein، فهو بيلعب دور مهم جدا في الليبيد ميتابوليزم. بيلعب دور برضو في البروتين ميتابوليزم، في تخزين المينرالز وتخزين الايه الفيتامينز داخل جسم الانسان. بيساعد على تكسير كرات الدم الحمراء ويطلع منها ماده البيلي روبين. هو بيساعد على التخلص من البيلي روبين. كمان بيقوم بعمليه الميتابوليزم بتاع العديد من الادويه اللي بتخرج بقى في اليورينري سيستم، وبيعمل اكتيفيشن لبعض البرو دراج بتتحول الى اكتف ايه الى اكتف دراجز. ده كده الميتابوليك فانكشنز بتاعته. لو جينا نتكلم بعد كده عن الساينسيتك فانكشن بتاعته، هتلاقوا ان هو بيلعب دور مهم جدا في تصنيع كل البلازما بروتينز. قلت لكم قبل كده ان كل البلازما بروتينز بتطلع من الليفر، اللي منها الالبيومين اللي هو الميجر بروتين. كل البلازما بروتينز بتطلع من الليفر ما عدا لو نفتكر الجاما جلوبيولينز اللي كانت بتطلع من البلازما سيلز اللي هي الانتي بوديز. فهو بيكون ايه؟ بيكون الالبيومين اللي هو الميجر بلازما بروتين، كمان بيكون الكواجوليشن بروتينز اللي هي الكلوتينج فاكتور زي البروثرومبين وفاكتور 1 و2 و5 و7 و13، وبعض البروتينز اللي بتقوم بنقل المينرالز زي الترانسفيرين اللي بينقل الايرن او ستيروبلازمين اللي بينقل الكوبر. بيقوم كمان بعمليه الاستورج. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الميتابوليك فانكشن بتاعته، واتكلمنا كمان عن الساينسيتك فانكشنز بتاعته.
بيقوم كمان بالستورج زي ما قلت لكم، بيخزن الجلايكوجين، بيخزن الترايجليسرايدز، بيخزن الايرن والكبر والليبيد سولابل فيتامينز اللي هو كده كي واي وجي واي. ليه كمان بروتكتيف فانكشنز اند ديتوكسيفيكيشن، بيتخلص من السموم زي ما قلنا. وكمان هو موجود في نوع من انواع الماكروفاج اسمها الكوفر سيلز، دي بتعمل فاجوسايتوزس لاي فورين كومباوندز او اي مواد غريبه. ويتخلص كمان من الامونيا اللي جايه من تكسير البروتينات من خلال حاجه اسمها اليوريا سايكل، واليوريا دي اللي طالعه من اليوريا سايكل تروح على الكدني وتخرج في اليورين. ليه طبعا دور مهم جدا كاكسكريتوري او كافرازي، لانه بيفرز البايل بيجمنت واملاح الصفراء اللي هي بتخلص جسمي من الكوليسترول، لان انا قلت لكم الطريقه الوحيده اللي جسمي بيتخلص بيها من الكوليسترول ان هو يحولها الى املاح الصفراء. وكمان بتخرج من خلال البايل داكت وبتساعد على الايمالسيفيكيشن بتاعت الفات. ايه بقى الليفر كونديشنز او امراض الكبد؟ متهيألي كلنا عارفينها. الهيباتايتس ده معلها انفلاميشن اوف ذا ليفر، اللي ممكن يكون نتيجه فيروسات زي فيروس A و B و C و D و E و G، على فكره ده في انواع كتيره جدا. والهيباتايتس ممكن يجي برضو نتيجه نون انفكشوس كوزز زي مثلا الدرينكينج الكولز او بعض الادويه زي الاسيتامينوفين او اليرجيك رياكشنز بعض الانواع من الحساسيه والاوبيستي او السمنه. طبعا الفايبروزيس الكبد عنده قدره عاليه جدا على ان هو يعمل ريجينيريشن او يجدد من نفسه. فكلمه فايبروزيس حصل خلل في الكبد، بدل ما يجدد نفسه ويكون نسيج كبد كون فايبرز او كولاجين. فطبعا بس ما زال محتفظ بالاركيتكتشر بتاعه او الشكل العام بتاعه، انما لو حصل بقى فيه ان هو فقد الاركيتكتشر بتاعه او شكل الخلايا بتاعته وحصل complete loss of function of liver، بنسميها cirrhosis اللي بالعربي بنسميها تشمع الكبد. الفايبروزيس هو excessive accumulation of extracellular matrix اللي هو الكولاجين اهو، اللي هو عباره عن الاي كولاجين والالاستين في الكرونيك ليفر ايه. وده على فكره most common type of chronic liver ايه disease. بيتم فيها بقى يا جماعه ادي الفايبروزيس، او معناها replacement of healthy tissue بفايبرس تيشو اللي هو بيبقى عباره عن الايه، عن الكولاجين. السيروزيس هو بقى فايبروزيس فور لونج تيرم، الفتره ايه طويله. هنلاقي برضو ان الليفر تيشو حصل لها استبدال بفايبر بس حصل فيها سكار فورميشن، قلت لكم فقد الاركيتكتشر او فقد الشكل الطبيعي ايه بتاعه، وتكون بقى فيها ريجينيريتيف نوديولز ادت الى فقد وظيفه الكبد تماما، وبنسميه تشمع الكبد. طبعا الليفر كانسر اللي هو اشهره الهيباتوسيلولار كارسينوما او الاتش سي سي، وطبعا الهيباتوما، وده عاده بيجي بعد ما يحصل سيروزس. الاسايتس او الاستسقاء، انتوا عارفين ان المفروض ان الليفر بيكون الالبيومين اللي هو مسؤول عن ان هو يعمل يسحب السوائل تاني للبلاد، لانه هو بيظبط الضغط الاسموزي في البلاد فيزلز. لما الشخص بيبقى عنده الكبد تعبان فبيبقى فيه عنده هايبو البيومينيميا، يعني كمية الالبيومين اللي موجودة عنده في البلاد بتبقى قليلة، وبالتالي السوائل بيحصل لها اوتبورينج، يعني بتخرج لبرة من البلاد فيزل وما بتعرفش ترجع مرة تانية، فبيؤدي الى الاسايتس او الاستسقاء. او كنتيجة للسيروزس الكبد ليك بيسرب السوائل فيعمل اسايتس في البيلي في منطقة الايه الابدومن، وبتبقى ديستنتد منتفخة وهيفي. الجوندس او الصفرة طبعا ده بيكون خلل في الاكسكريتوري فانكشن، مش عارف يتخلص من مادة البيلي روبين، وبالتالي البيلي روبين بيرد في الجلد وفي العين، فبنلاقي ان السكيلرا اوف ذا اي بيبقى لونها اصفر والجلد بيبقى لونه اصفر، وفي المراحل المتاخرة بيبقى فيه بريورايتس او هرش، لان الاملاح الصفرة بتضغط او بتعمل ستيميوليشن للنيرف اندنج فبيؤدي الى البريورايتس. اهو معناها اليلوش ابيرانس بتاع السكن الجلد والسكليرا اللي هو بياض العين والميوكس ممبرين. طبعا الفاتي ليفر او الاستياتوزس ده طبعا تراكم للدهون اكتر من 5% من وزن الكبد يبقى موجود فيه دهون، على الرغم انها مش مرض خطير او مش حاجه خطيره، الا انها ممكن تؤدي الى انفلاميشن اوف ذا ليفر، ونسميها في الوقت ده استياتو هيباتايتس. الاستياتوزس هو accumulation of neutral fat في الليفر سيلز اكتر من المعدل او اكتر من الليمت الطبيعي بتاعه، بالرغم من ان الفات في الليفر عادة بيبقى no harm، ملهاش اي تأثير، ولكن ممكن تؤدي الى inflammation في الليفر اللي هو الاستياتو هيباتايتس.
هنبدا بقى دلوقتي يا جماعه نتكلم عن ايه التستات او اللابوراتوري تيست اللي انا بعملها عشان اقدر اقيم الفانكشن بتاعه الليفر اللي انا بسميها ليفر فانكشن تيست. ايه وظائف الكبد اللي انا ببدا ادرسها؟ طبعا ازاي بنقدر نحدد الليفر ديزيز؟ طبعا في فيزيكال اكزامينيشن او كلينيكال اكزامينيشن، الساينس والسيمتومز، المريض وهو داخل عليا كده بقدر اعرف اذا كان هو بيعاني من اسايتس، هل هو عنده اي تورم في الجسم، هل ظاهر عليه الصفرة، علامات الصفرة، هل هو بيشتكي من وجع في الابر رايت كوادرانت زي ما احنا قلنا، وباخد منه البيشنت هيستوري. ادي طريقة. الطريقة التانية ان احنا نبدأ نعمل ايماجينج تيست في اللي هي الاشعة. بنعمل الترا ساوند، الالترا ساوند دي بتساعد جدا على ان احنا نشوف الليفر كونديشن اللي منها الكانسر، هتبان اذا كان في اي اكتوبيك فوكاي او اي ابنورمال تيشوز موجوده في الليفر. بتساعدني برضو على ان انا اعرف السيروزس، لان الكبد بيبقى شكله متغير زي ما قلت لكم، بيبقى الاركيتكتشر بتاعه اتغير تماما، او اي مشاكل في الجول ستون، المراره بتبان، ده كله بالالترا ساوند اللي هو السونار. اما كمان ممكن نعمل الكمبيوتر توموجرافي او اللي هي الاشعه المقطعيه، اهو الكمبيوتر توموجرافي ده برضو بيدينا سكان للابدومن، ومن خلاله بقدر اشوف، بيديني ديتيلد بيكتشرز، صوره كامله للاعضاء او الاورجانز اللي موجوده في الابدومن. لو شاكين في وجود ورم او حاجه ابنورمال، ان في فايبروزس عالي او سيروزس، فببدا اخد تيشو بايوبسي، باخد ليفر بايوبسي. افتر انذر تيست، لو احنا شاكين في حاجه بعد ما نكون عملنا البلاد تيست والايماجينج اللي احنا عملناه اللي هو الالترا ساوند، عشان اشوف اذا كان في ليفر بروبلم معينه، يعني لو شاكك ان في كانسر او الهيباتوسيلولار كارسينوما، او شاكك ان في سيروزس او نسبه تليف او نسبه فايبروزس عاليه، فبنبدا ناخد التيشو بايوبسي بعد ما بكون عملت النون انفيسيف بروسيدور اللي هي البلاد تيست في الاول وكمان الايماجينج. فاخر حاجه بنلجا اليها ان احنا ناخد الليفر بايوبسي ككونفيرميشن تيست. طيب نشوف بقى كده اللابوراتوري تيست اللي احنا بنعملها، اللي احنا بنقول عليها الليفر فانكشن بانل او بنقول عليها الليفر فانكشن تيست. ناخد واحد واحد. الليفر فانكشن بانل دي مفيده في ايه، او الليفر فانكشن تيست دي مفيده في ايه؟ بنشوف هل بعمل ايفالويشن للليفر فانكشن، ازاي الكبد عندي شغال، هل الكبد شغال كويس ولا لا. كمان بيساعدني على ان انا اعرف presence of liver disease، هل موجود مرض في الكبد ولا لا. كمان allow selection of the يعني بعد ما بعمل البلاد تيست او اللابوراتوري تيست دي، بيقول لي هل انا هلجأ لحاجه نون انفيسيف برضو زي ان انا اعمل السي تي سكان، بس طبعا هي اغلى، او الترا سونوجرافي اللي هو السونار ولا لا. وكمان هل بعد ما هعمل، يا جماعه احنا دايما ماشيينها كده، نعمل بلاد تيست لو لقينا ان في ابنورماليتي، او جاي راجع قايل له اعمل ايمج او اعمل اشعه، بعد ما يعمل الاشعه الاقي برضو فيها ابنورماليتي، اقول له بس تعالى بقى ناخد تيشو بايوبسي عشان نشوف انت عندك ايه بالظبط. اهو placing the liver disease in the appropriate category او diagnostic category، عايز اعرف هل هو مرض بسيط ولا مرض خطير. then allow بيخليني اختار الطريقه الفارذر او الطريقه اللي انا هستخدمها، المور اكسبنسيف اللي بتبقى اغلى، and the time consuming investigation زي الالترا ساوند او الكمبيوتر توموجرافي او الاندوسكوبي اند ليفر بايوبسي. كمان بيساعدني على ان انا اعمل يعني اتابع فولو اب للليفر ديزيز ازاي. يعني مثلا لو واحد عنده هيباتايتس، فاحنا دايما بنلاقي ان الاي ال تي والاي اس تي دول انزيمات اسمها ترانس امينيزس بتزيد في البلد. طيب لو انا اديته العلاج ولقيت ان الاي ال تي والاي اس تي بداوا يقلوا، يبقى معنى كده ان العلاج ده فعال، فبيساعدني على ان انا اعمل ايفالويشن للثيرابيوتيك بلين او الخطه العلاجيه اللي انا مديها له. نشوف كده ايه انواع التستات اللي احنا بنستخدمها في الليفر فانكشن تيست. اول تيست اسمه الامينو ترانسفيريزس ميجرمنت او ترانس امينيزس ميجرمنت، اللي هو انزيم الالانين ترانس امينيز او انزيم الاسبارتيت ترانس امينيز. الاثنين دول يا جماعه المفروض ان هم
بيبقوا موجودين داخل خلايا الكبد، داخل الليفر سيلز او الهيباتوسايت، ولو حصل اي انفلاميشن في الليفر الماده دي بتخرج بره في البلد، فكنا بنسميهم نون فانكشنال بلازما بروتين. يعني هم بلازما بروتينز بيطلعوا في البلازما بس ما لهمش وظيفه، لان السبستريت بتاعتهم مش موجوده في البلازما، ولكن هم اصلا مكانهم الاصلي داخل الكبد، فيطلعوا امتى في البلد او يزيد كميتهم امتى في البلد لما يحصل اي التهاب في الكبد. وعلى فكره نسبتهم او الزياده هل هي بتزيد 2 فولد ولا 4 فولد ولا 10 فولد، يعني هل بتزيد مرتين عن الابر ليميت ولا 10 مرات عن الابر ليميت، بيديني برضو انديكيشن عن نوع المرض اللي بيحصل، وهندرس الكلام ده بالتفصيل. عايزين بس نشوف ان الاي ال تي ده بيبقى مور سبيسيفيك. انا بقول لكم حتى افتكروا ان الاي ال تي ده فيه ال لانه هو مور سبيسيفيك تو ذا ليفر. فبقول ميجرمنت اوف ذا اكتيفيتي اوف اي ال تي اللي هو الالانين ترانس امينيز او الاسبارتيت ترانس امينيز في البلازما، بيدي سنسيتيف اندكس للهيباتوسيلولار دامج، ان في خلايا بتتدمر في الكبد، والاي ال تي ده بيبقى مور سبيسيفيك عن الاي اس تي. الانزيم اللي بعد كده اسمه اللاكتيت دي هيدروجينيز، ده برضو من الانزيمات اللي بتبقى موجودة، برضو المفروض ان هو نون فانكشنال. اللاكتيت دي هيدروجينيز ده بيوجد منه 5 ايسوزايمز، هو بيتكون من 2 سب يونت ام و اتش، ففي منه حاجة اسمها ام 3 اتش، وفي منه حاجة اسمها ام 2 اتش 2، وفي منه حاجة اسمها ام اتش 3، وفي اتش 4، وفي ام 4. كم نوع؟ دي 1 2 3 4 5، 5 انواع. اذا في 5 ايسوزايمز. اللي بيبقى موجود في الليفر هو الايسوزايم رقم 5 اهو، اللاكتيت دي هيدروجينيز نمره 5 اللي هو بيبقى ام 4، نوعه ام ايه؟ ام 4. فبنقول ان اللاكتيت دي هيدروجينيز ده انزيم برضو بيبقى موجود داخل خلايا الكبد، وخاصه اللاكتيت دي هيدروجينيز نمره 5 اللي احنا قلنا اللي عليه ام 4، يعني ايه برضو يا دكتور ام 4؟ قلنا الام 4 يعني بيتكون من 4 وحدات كلهم ام. ده انزيم موجود في الليفر وبيزيد النسبه بتاعته برضه في حالات الليفر اي دامج، بس هو مش سبيسيفيك قوي لانه بيزيد في اذر ديس اوردر، لان انا قلت لكم ان هو منه 5 ايسوزايمز بنلاقيهم منتشرين في الجسم، يعني بلاقي ان في منه موجود في المسلز، وفي منه موجود في الار بي سيز، وفي منه موجود في البرين وهكذا. فمش سبيسيفيك. اكتر حاجه سبيسيفيك لغايه دلوقتي هو مين؟ الاي ال تي. انزيم الالكالاين فوسفاتيز، برضو انزيم الالكالاين فوسفاتيز ده يا جماعه واحد من الانزيمات اللي هي نون فانكشنال بلازما انزيمز، يعني الانزيمات اللي بتبقى موجوده في البلازما اثناء الامراض، لان السبستريت بتاعتها مش موجوده في البلازما. طب ده بيطلع منين؟ بيطلع من العظم، وبيطلع من البلاسينتا، من المشيمه. يعني اذا الانثى الحامل فيسيولوجيكالي مش باثولوجيكالي هلاقي ان نسبه الالكالاين فوسفاتيز بيزيد عندها، برضو الولد اللي بينمو هلاقي ان نسبه الالكالاين فوسفاتيز هتزيد عنده لان هو بيطلع من البون تيشوز. ولكن برضه هو مرتبط بالكانال كيولاي او البيلياري كانال كيولاي اللي موجوده فيه، اللي هي قنوات املاح الصفراء اللي موجوده. طبعا يا جماعه عايز اقول لكم ان الهيستوسايت او الخليه بتاعه الكبد بيبقى شكلها هيكساجونال بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بيبقى هنا اهو دايما في قناه لافراز البيلياري، بنقول عليها كده بيلياري كانال كيولاي، اللي هي بتكون املاح الصفراء وبعدين بتوديها بقى تخزنها في الجول بلادر. طيب عادة الخلايا اللي جنب البيلياري كانال كيولاي دي بتفرز مادة الالكالاين فوسفاتيز، واي خلل او كوليستيزيس، يعني ايه كوليستيزيس؟ خلل في الكبد مش قادر يصنع املاح الصفرة، بيزيد بقى مادة الالكالاين فوسفاتيز. بقول ان السيرم الكالاين فوسفاتيز ده مجموعة من الانزيم، طبعا كلمة الكالاين فوسفاتيز هي مجموعة من الانزيمات بتكسر الفوسفوريك اسيد اهو، هيدروليسيس اوف فوسفات استرز اهو في الكالاين بي اتش، لان انا عندي واحد تاني اسمه اسيد فوسفاتيز كنت اديته لكم في التيومر ماركرز، اديته لكم في التيومر ماركر، ده برضو واحد من الانزيمات اللي بتزيد في حالات البروستات كانسر. الانزيم ده بيبقى وايدلي ديستريبيوتد في العظم زي ما قلت لكم، في الليفر، في الكانال كيولاي اللي هي البيلياري كانال كيولاي بتاعه الليفر، في الكيدني او البلاسينتا، هو اتاتش اهو مع البيلياري كانال كيولاي، وعشان كده هيطلع بكميه كبيره في حالات الكوليستيزيس. وفهمنا يعني ايه كلمه كوليستيزيس؟ ان الليفر مش قادر يصنع املاح الصفراء.
في واحد بقى مور سبيسيفيك، زي ما قلنا ان الاي ال تي مور سبيسيفيك عن الاي اس تي وعن اللاكتيت دي هيدروجينيز، فاحنا برضو عندنا مين الجي جي تي او الجاما جلوتاميل ترانسفيريز ده مور سبيسيفيك عن الالكالاين فوسفاتيز، ده برضو مرتبط ب البيلياري ايه كان الكولاي، وبيزيد برضو في حالات الكوليستيزيس. بقول ان الجاما جلوتاميل ترانس بيبتيديز او ترانسفيريز الاثنين صح، ده واحد من موجود على السيل ممبرين بتاع العديد من الانسجه بما فيها الكيدني والبايل داكت املاح الايه الصفراء، وموجود في البنكرياس في الجول بلادر وفي السبلين او الطحال. الجي جي تي لقيناه بيستخدم كدايجنوستيك ماركر للليفر ديزيز، انهي نوع من انواع الليفر ديزيز؟ قلنا الكوليستيزيس. بنقول ان البلازما جي جي تي عنده ميزه ان هو مور ليفر سبيسيفيك عن البلازما الكالاين ايه فوسفاتيز، وكمان بيزيد في حالات، اوعوا تنسوا ان البلازما الكالاين فوسفاتيز ده بيزيد في حالات البون ديزيز، ولكن الجي جي تي ما بيزيدش في حالات البون ديزيز. في الاطفال كمان والادوليسنت اللي هم في مرحله النمو كده كده ما انزيم الالكالاين فوسفاتيز هيبقى عالي عندهم، لان زي ما قلت لكم هو بيطلع من العظمه. انهم بون جروس، في اهو بون جروس از اكتيف، السيرم الكالاين فوسفاتيز بيزيد لاكثر من 3 فولد، بس ده بنقول عليه فيسيولوجيكال انكريز، يعني زياده فيسيولوجيه نون باثولوجيكال، مش زياده باثولوجيه يعني مش مرتبطه بمرض معين. الليفر يا جماعه برضو لو تفتكروا الار بي سيز كان بيتكسر ويطلع ماده اسمها الهيم اللي هو طالع من الهيموجلوبين. ماده الهيم دي كانت بتتحول لماده اسمها البيليروبين، ماده البيليروبين دي بتبقى شايلها الالبيومين ويروح بيها على الليفر. اما يروح على الليفر الكبد ياخد البيليروبين اللي هو بنقول عليه انكونجيوجيتد في البلد، هيروح بقى للليفر، فالليفر يلزق عليه جلوكويرونيك اسيد ويحوله الى حاجه اسمها بيليروبين داي جلوكويرينويد اللي يتخزن في الجول بلادر، وبعدين يبدا يترمي في الانتستين. اذا الكبد بيساعدني على ان انا اتخلص من ماده البيليروبين، ودي السكريتوري فانكشن بتاعته في صوره املاح صفراء. طيب اللي موجود في الكبد ده يا جماعه اسمه conjugated، اللي موجود بره ده اسمه unconjugated، الconjugated ده برضو اسمه direct، اما الunconjugated ده اسمه indirect. مجموع الاثنين مع بعض اسمهم total bilirubin. الهيباتوبيلياري ديزيز طبعا الامراض اللي بيحصل، قولوا لي بقى اللي موجود في الكبد او اللي بيتكون في الكبد هو مين؟ هو الجلوكويرونيك اللي هو ماسك في جلوكويرونيك اسيد اللي هو الكونجوجيتد. لما الكبد يكون تعبان الكونجوجيتد ده ليك هيسرب لبره، فلاقي ان نسبه الكونجوجيتد باليروبين اللي موجوده في البلاد بتزيد، فبقول الهيباتوسيلولار ديزيز انديكيتد ويز كونجوجيتد فراكشن. شفتوا يزيد الكونجوجيتد باليروبين من التوتال باليروبين، طبعا التوتال بيزيد لو مجموع الاثنين مع بعض، وبيبقى الكونجوجيتد هو اللي موجود بكميه كبيره اكبر من الابر ليميت بتاعه. وجود الكونجوجيتد اللي هو بيبقى ووتر سولابل بوليروبين في اليورين اللي هي اسمها البيليروبينيوريا برضو يدل على الهيباتوسيلولار ايه ديزيز. في امراض تانية بقى يا جماعه بيزيد فيها الانكونجوجيتد اللي هو ما كانش راح للليفر اصلا، في مرض اسمه الجيلبرت سيندروم، ده بيبقى خلل في انزيم اليوريدايل ترانسفيريز اللي هو بيحول الانكونجوجيتد الى كونجوجيتد، ده مش موجود، او لما يبقى فيه هيموليسيس كرات الدم الحمراء عماله بتتدمر بكميه بتطلع بيليروبين اكبر من سعه الليفر ان هو يتخلص من هذا البيليروبين. فبقول ان الهيموليسيس او الجيلبرت سيندروم، يعني الخلاصه ان الهيباتوسيلولار ديزيز بلاقي او الهيباتوبيلياري ديزيز بتؤدي الى زياده البيليروبين انه نوع اللي هو الكونجوجيتد. اما الجيلبرت خلي بالكم عشان دي بنجيبها كتير قوي في الامتحان، ان جيلبرت او الهيموليسيس اللي احنا كنا بنسميه بري هيباتيك جوندس لو تفتكروا، ده بيؤدي الى زياده حاجه اسمها الانكونجوجيتد بيليروبين، وفي الحالتين الاثنين طبعا بيزيد التوتال، بس هنا اللي بيزيد الكونجوجيتد بيليروبين من التوتال، وهنا اللي بيزيد الانكونجوجيتد بيليروبين من التوتال. عشان نشوف الساينسيتك ابيليتي اوف ذا ليفر، تعرفين ان الليفر بيصنع، قلت لكم بيصنع كل البلازما بروتينز اللي موجودة في البلازما ما عدا الجاما جلوبولينز اللي هي كانت بتطلع من البلازما سيلز او هي الانتي بوديز. لما قيس certain بلازما بروتينز
بتدي اندكس عن الليفر ابيليتي ان هو يصنع ادي ساينسيتك ابيليتي بتاعه الايه بتاعه الليفر. طبعا الالبيومين، الالبيومين يا جماعه خلي بالكم من الكلمه اللي انا هقولها دي، هو اصلا الميجر بروتين اللي موجود عندي في الليفر، الهاف لايف بتاعته طويله جدا، يعني بيقعد حوالي 20 يوم. طبعا ممكن الكبد يبقى تعبان بقاله فتره ولكن الالبيومين مش هيبان. فعايز اقول لكم ان الهايبو البيومينيميا دي انديكيشن اوف chronic liver disease not acute liver disease. شوفوا في الكرونيك هيباتوسيلولار دامج، في الكرونيك، في الكرونيك خلي بالكم من الكلمه دي، في الكرونيك هيباتوسيلولار دامج بيبقى فيه امبيرد البيومين سينسس، الالبيومين ما بيتصنعش، ويز ان اكومبينج فيل ان بلازما البيومين، يعني بيظهر بقى حاله اسمها الهايبو البيومينيميا. الالبيومين ميجرمنت بيدي جود اندكس اوف ذا بروجريس اوف كرونيك ليفر ديزيز، التطور بتاع الكرونيك ليفر ايه ديزيز. اما في الاكيوت ليفر ديزيز ماي بي اوف ليتل اور نو ريدكشن ان بلازما البيومين. ليه؟ قلت لكم عشان الهاف لايف بتاعته 20 يوم، فممكن الكبد يبقى ما بيصنعش البيومين ولكن هو موجود في الدم بالنسبه النورمال، فهو انديكيتور للكرونيك نوت اكيوت liver disease. الكواجيليشن فاكتور احنا متفقين ان هو بيطلع الكلوتينج فاكتور، ان الليفر هو اللي بيصنع البروثرومبين زي ما قلنا واذر كلوتينج ايه فاكتور، فاحنا ممكن نقيس القدره بتاعته على انه يصنع الكلوتينج فاكتور دي عن طريق حاجه اسمها البروثرومبين تايم او البي تي، او حاجه كمان اسمها البي تي تي اللي هو البارشال ثرومبوبلاستين تايم، البارشال ثرومبوبلاستين ايه تايم. وطبعا في اثناء الليفر ديزيز بيبقى الكلوتينج فاكتور كلها قليله، فالبروثرومبين تايم ده بي بيزيد. وممكن نقيس كمان حاجه اسمها الاي ان ار اللي هي الانترناشونال نورمالايزد ايه ريشيو. في الليفر ديزيز السنسس بتاع البروثرومبين والكلوتينج فاكتور الثانيه طبعا بتقل، الساينسيتك ابيليتي بتاعته بتقل، فيزيد البروثرومبين تايم ويزيد البارشال ثرومبوبلاستين ايه تايم. وده واحد من الايرليست، خلي بالكم واحد من الايرليست ابنورماليتيز اللي بنشوفها في البيشنت اللي عنده هيباتوسيلولار ايه دامج. ليه؟ لان اصلا وقت البروثرومبين او الهاف لايف بتاعته حوالي 6 ساعات، فعشان كده واحد من اكتر الانديكيتورز اللي بتتاثر بالليفر. هل الاميونوجلوبولينز بتتاثر؟ طبعا هي ملهاش قيمة في علاج الليفر ديزيز او في تشخيص الليفر ديزيز، لان انا قلت لكم ان الاميونوجلوبولينز دي بتشارك في او اللي بيصنعها البلازما سيلز مش الليفر خالص، فملهاش دعوة خالص بالساينسيتك ابيليتي بتاعه الليفر. ولكن عايز اقول لكم ان لو لقيت اجسام مضادة ضد الهيباتايتس بي فيروس او ضد الهيباتايتس سي فيروس او ضد الهيباتايتس اي فيروس، فهي تعتبر انديكيتور للهيباتايتس اللي جاي نتيجة فيرال ديزيز. البلازما اميونوجلوبولين ميجرمنت ار اوف ليتل فاليو، ملهاش قيمه في الليفر ديزيز عشان التغيرات بتبقى لو سبيسيفيستي، التخصصيه بتاعتها ايه قليله. في معظم انواع السيروزس البلازما اميونوجلوبولين ايه عاده بايه بيزيد، ولكن طبعا تاني هي اوف ليتل فاليو، بس في شويه حاجات كده لازم نبقى عارفينها. البلازما اميونوجلوبولين ايه، انتوا عارفين الاميونوجلوبولين ايه ده، كان السكريتوري اميونوجلوبولينز. في حالات السيروزس اللي هو حصل ان في تغير في الاركيتكتشر بتاع الهيباتوسايتس، اكيد اكيد البلازما اميونوجلوبولين اللي كان ماسك في الميوكوس ميمبرين بتاعها هيخرج ويزيد في البلد. فهنبص نلاقي ان البلازما اميونوجلوبولين ايه بيزيد في حالات السيروزس، وفي حالات البيلياري سيروزس بيزيد الاميونوجلوبولين ام، وفي الكرونيك اكتيف هيباتايتس الاميونوجلوبولين جي، واحنا قايلين الكلام ده ان الاميونوجلوبولين ام ده اول اجسام مضاده بتتكون في الجسم، فعشان كده بيظهر في البرايمري بيلياري اي سيروزس. اما الاميونوجلوبولين جي فده بقى في الحالات الكرونيك، في الكرونيك اكتيف ايه هيباتايتس بيزيد الاميونوجلوبولين جي. فمهم قوي ان احنا نعرف الاميونوجلوبولين اي بيزيد في حالات السيروزس، الاميونوجلوبولين ام بيزيد في حالات البيلياري سيروزس، والاميونوجلوبولين جي بيزيد في حالات الكرونيك اكتيف هيباتايتس. السيرولوجيكال تيست دي يا جماعه اللي انا كنت لسه بقول لكم ان احنا برضو بندور على اميونوجلوبولينز بس ضد حاجه معينه، يعني ضد اهو وجود الهيباتايتس اي انتي بودي يدل على انه عنده هيباتايتس اي، هيباتايتس بي انتي بودي يدل على انه عنده هيباتايتس بي فيروس، هيباتايتس سي انتي بودي يدل على انه عنده هيباتايتس سي فيروس.
الهايالورونيك اسيد. طب نشوف بس الحته دي. الفيرال انتيجنز والانتي بودي ميجرمنت مهمه في ان انا اعرف مين الانفكتيف كوز ده، لو كان الهيباتايتس جاي نتيجه انفكشوس ايجنت اللي هو الفيرال هيباتايتس. برضو يا جماعه الهايالورونيك اسيد دي ماده بتزيد جدا في التيشو بايوبسي، لما بناخد عينه من الليفر بلاقي انها زايده جدا، هي والكولاجين هي والايلاستين في حالات الفايبروزس اهو، بتساعد في الاسسمنت بتاع الهيباتيك ايه فايبروزس، في الاسسمنت بتاع الهيباتيك فايبروزس. ده يا جماعه النورمال فاليو مش هنحفظها طبعا. الاي ال تي بيشوف هل بيحصل دامج ليها ولا لا، النسبة بتاعتها من 7 إلى 55 يونت بير لتر، الـ AST من 8 إلى 48 يونت بير لتر، طبعاً ده الـ lower limit وده الـ upper limit، الـ alkaline phosphatase اللي كان بيزيد في حالات الكوليستيزيز، دول بيزيدوا في حالات الـ hepatocellular damage، الـ ALB من 45 إلى 115 يونت بير لتر، ولو تفتكروا قلنا إن الـ alkaline phosphatase ده non-specific لأنه بيطلع من العظم ومن المشيمة، الـ albumin قلنا إنه بيشارك في الكرونيك مش الأكيوت، بيبقى لغاية 5 جرام في جرام لكل ديسي لتر. التوتال بروتين اللي موجودة في طبعا البلازما بروتين كلها من 6.3 إلى 7.9 جرام لكل ديسي لتر، مش هتحفظوا الأرقام دي احنا بنجيبها لكم، يعني أما بجيب لكم الكيس أو الحالة ببقى كاتب لكم اللابوراتوري ريزلت اللي طالعة وما بين قوسين كده النورمال فاليو بتاعتها. البيلي روبين المفروض ان هو لغايه 1.2 مللي جرام، ده التوتال. الجي جي تي اللي هو الجاما جلوتاميل ترانسفيريز اللي بيزيد او ترانسبيبتيديز اللي بيزيد برضو في حالات الكوليستاتيك هيباتايتس بيبقى من 9 ل 48 يونت بير لتر. اللاكتيد هيدروجينيز قلنا ان هو نون سبيسيفيك بيبقى من 122 ل 222 يونت بير لتر. والبروثرومبين تايم او البي تي اللي هو بيزيد نتيجه ان الكلوتينج فاكتور ما بتتكونش بيكون من 9.5 الى 13.8 من 10 ثانيه، ده النورمال فاليو بتاعته. نكمل مع بعض في جزء تاني من المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.